كما شهد معرض سيتيسكيب البحرين مشاركة واسعة من قبل المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين بقطاع العقارات والاستثمار، وذلك في ظل ما قدمه المعرض من فرص سانحة للاطلاع على أحدث ما توصل له سوق العقارات. نعم، الزميل يحيى العمري زار المعرض وعاد لنا بالتقرير التالي. معرض سيتيسكيب البحرين أتى بحلة جديدة وبقيم رفيعة تطمح لتحسين فرص الاستثمار بشكل ملحوظ، وهو ما شكل فرصة سانحة لمختلف الجهات العارضة والجهات المساندة لها لتطوير أعمالها، ما أعطى لهذه النسخة من المعرض أهمية كبيرة في رفض القطاع العقاري والاقتصادي بشكل أكبر. سيتيسكيب من أهم الأحداث في صناعة التطوير العقاري بالبحرين كمعرض، كون أنه يستقطب جميع الجهات المختصة في شؤون التطوير العقاري في سواء كمملكة البحرين من الشركات المحلية والشركات العالمية. كون كسيتيسكيب حدث عالمي ويصير في البحرين ويصير في دول أخرى بشكل سنوي. نريد نرجع اللي لاحظته أنه في سيتيسكيب أيضا يستقطب الكلاينتس أو الاند يوزرز أو البايرز مال المنتج العقاري في البحرين، سواء كان من البحريني نفسه أو المقيمين في البحرين أو من مشترين مهتمين أن يشترون خلينا نقول منتج عقاري في مملكة البحرين من خارج مملكة البحرين. إحنا نمثل وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، مشاركتنا الأولى في مملكة البحرين، الهدف منها نستعرض مجموعة من الفرص الاستثمارية اللي موجودة عندنا بالمملكة العربية السعودية في جميع المناطق. استهدافنا الأساسي تتعرفون على منصة فرص وإيش الفرص الاستثمارية اللي موجودة بالمملكة، واستقطاب المستثمرين سواء كان في مملكة البحرين أو في جميع دول الخليج. توافق كبير بين الشركات المطورة من جهة والمؤسسات التمويلية من جهة أخرى، ما أوجد بيئة ملائمة لتحقيق تطلعات ورغبات مختلف الفئات، بالإضافة إلى كل من يزور المعرض، وهو ما يعد إضافة نوعية لهذه النسخة من سيتيسكيب. طبعا خلال اليومين اللي فاتوا وقعنا العديد من الاتفاقيات مع عدد من المطورين العقاريين لخدمة طبعا المشترين من الوحدات السكنية. من خلال هذه المشاركة بنستعرض مجموعة واسعة من حلول التمويل العقاري لشراء الوحدات لغرض السكن أو الاستثمار، طبعا بتكون في شروط مرنة وفائدة تنافسية. تم تطوير هذه الحلول بالتشاور مع المطورين العقاريين اللي هم طبعا قاعدين يعرضون منتجاتهم في المعرض اليوم. وفي نقطة طبعا جدا مهمة، أن بنك البحرين الكويت يوفر التمويل لجميع مواطني ومقيمي مملكة البحرين والإضافة حق دول مجلس الخليج. السنة ألاحظ اختلافه عن المعارض السابقة، اختلافه عن المعارض اللي شهدتها مملكة البحرين من ناحية العقار. الإقبال كان جدا رائع من اليوم الأول، وأنا متفائلة خير إن شاء الله في الأيام القادمة بزيارة أخواننا من الخليج وغير الاستثمار في المشاريع الرائدة في مملكة البحرين. المشاركات الفاعلة لمختلف الشركات العارضة من داخل وخارج مملكة البحرين أعطت بعدا جديدا لمستقبل القطاع العقاري في المملكة، إذ تبشر المشاريع المعروضة بمستقبل حضري يلامس أحلام المستقبل ويزهو بالإبداع والحداثة. هذه العصرية والحداثة والتميز الذي تستعرضه الشركات البحرينية في معرض سيتيسكيب في هذه النسخة يؤكد على النهج القويم الذي انتهجه قطاع العقارات في مملكة البحرين وتميز به في العديد من المجالات التي تؤكد ما وصلت له المملكة من تقدم حضري وتنموي وعقاري متميز جدا. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.